أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من مواضيع النسيء. اليوم بدنا نحكي بحلقة خاصة عن موضوع التأثير الاقتصادي على إلغاء النسيء. يجب علينا أن ننظر أولا إلى المرحلة الأولى التي تم فيها بناء الكعبة من قبل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما رفع قواعد كعبة في مكة بقريبا 1000 أو 2000 سنة قبل الميلاد. يعني إذا بدنا نحاول نعرف شو هي الفترة الزمنية ما بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وما بين سيدنا موسى عليه السلام فهي مرحلة طويلة جدا، علما أنه سيدنا إبراهيم من نسله إجا سيدنا إسحاق وسيدنا إسماعيل، وسيدنا إسحاق من نسله إجا سيدنا يعقوب أبو الأسباط الـ12 اللي هنن أسباط بني إسرائيل. والأسباط هنن اللي رموا في أخوهم يوسف في الجب، ثم أخذ بيوسف إلى مصر وكبر يوسف في مصر إلى أن استدعى أخوته وأبيه وأمه ورفعهم على العرش وكرمهم في بلاد مصر بعدما كانوا في منطقة مديان. عندما أتوا إلى مصر بحاجة شراء سوق القمح من مصر بسبب المجاعة والسبع السنين الجاف التي مرت بها تلك المنطقة، وكيف أخذ أخوته وكرمهم في مصر. الفترة الزمنية ما بين تكريم بني إسرائيل في مصر إلى أن أصبحوا عبيدا لفرعون، هاي المرحلة الزمنية يلي نقدر نستشفها من قراءة سورة يوسف، أن يوسف عندما أتى مصر لم تكن فرعونية وإنما كانت ملكية، وعندما استعبد فرعون بني إسرائيل كانت فرعونية. يعني يجب أن نعود في التاريخ لنعرف متى كانت مصر ملكية ومتى أصبح فرعوني ملوك الهكسوس والفرعون. هذا الانتقال بيقدر يوضح لنا بالضبط الفترة الزمنية أو تحديد الزمان لقصة يوسف عليه السلام. استعباد بني إسرائيل في مصر من قبل الفراعنة استمر إلى أن حاول فرعون أن يستحيي نساء بني إسرائيل ويقتل أطفالهم، إلى أن ظهر موسى عليه السلام. هذه الفترة الزمنية مجهولة، ولكن اللي بيحددها هو انتقال الحكم الملكي وإلى نهاية الحكم الفرعون، لأنه بمقتل فرعون انتهى زمان الفراعنة. جماعة شافوا 9 معجزات عظام قام فيهم سيدنا موسى، مع ذلك عندما تركهم سيدنا موسى قال لهم انه انتظروني 30 يوم بدي روح بحكي مع ربي، تركهم وراح. انقضوا 30 يوم، رب العالمين زادهم 10 ايام، فهالزيادة 10 ايام طلع السامري وقال انه النبي موسى عليه السلام مات وما عاد بده يرجع، وهلأ نحن صار ما عند منا آلهة أو إله نعبده، طلب منهم أن يجمعوا الذهب مشان يصنع لهم إله يعبدوا، وجمعوا الذهب وصنع لهم عجل. هذا العجل مفرغ من الداخل بحيث أنه الهواء وقت اللي بيدخل لضمنه وبيطلع من الطرف الثاني بيطلع صوت، فانبهروا وعجبهم هذا الإله الجديد. وسيدنا هارون أحب أنه ما يقسم بني إسرائيل لقسمين مؤمنين وغير مؤمنين، عبد العجل وغير عبد العجل، فسكت وما حكى ولا كلمة إلى عودة النبي موسى. كان همه فقط أنه بني إسرائيل ما ينقسموا قسمين. بعد انقضاء 10 أيام صارت العدة 40 يوم بالضبط، سمع موسى صوت الرب وتكلم معه، أعطاه الوصايا العشرة اللي المفروض انه بني اسرائيل يقوموا فيها لحتى ينجوا. قسم كبير منا نحن المتفكرين في القرآن بنعرف انه هي الايات 151 152 و 153 من سورة الانعام واللي هي المحرمات العشر.
الأولى علما أن المحرمات أكثر. هلأ الدكتور شحرور بيقول عنه 14، ولكن الدكتور شحرور لم يتعمق في موضوع النسيء ليكتشف أن هناك أكثر من 14 محرم، علما أنه هو قال أنه الأشهر الحرم هي من المحرمات، ولكن حصر بمفهومه لدراسة التفاسير القديمة اللي بتقول أنه الأشهر الحرم هي فقط منع للصيد ضمن الحرم المكي، وهذا غير صحيح، ورح نبينه نحن بحلقة كاملة نحكي فيها عن موضوع الأشهر الحرم. اليوم نحن عم نحكي في التأثير الاقتصادي، مثل ما قلنا نحن عم نحاول نشوف الفترة الزمنية ما بين سيدنا إبراهيم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هاي الفترة ممكن تكون 2000 سنة، ممكن تكون 1000 سنة، ممكن تكون 700 سنة، ولكن نحن بنعرف انه ما بين سيدنا محمد والنبي عيسى عليه الصلاة والسلام في تقريبا 650 سنة. ما بين سيدنا عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام ممكن يكون كمان في تقريبا 700 سنة، فهون صار في عندنا 600 و700 و300 سنة. هالألف وثلاثمية سنة لسيدنا موسى كمان بدنا نرجع، مثل ما قلنا نحن بدنا نرجع بالزمن لسيدنا إبراهيم، وسيدنا إبراهيم كمان 700 سنة، فصار معنا فترة 2000 سنة تقريبا ما بين سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في 2000 سنة. هلأ من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا في 1400 سنة، فبينضافوا على 2000 بيطلع 3400 سنة تقريبا لليوم. بهالفترة الزمنية هاي 3400 سنة قلنا انه رب العالمين اول ما اسس المركز التجاري الاول اللي هو مكة. هاي المركز التجاري الاول انطلقت منه رحلات تجارية اللي كانت تجي من البواخر الى مرفا اليمن، هاي هي اسواق العرب. بنشوف انه البواخر اللي كانت تجي من شرق آسيا اللي هي الهند، منطقة الهند لسه الصين ما كانت مكتشفة، كانت بتجيب التجارة إلى مرافق عمان والشحر وعدن في اليمن. هاي المرافق اللي كانت تستقبل السفن الآتية من شرق آسيا، بتفرغ حمولاتها، وأعظم الحمولات اللي بتفرغها هي في مرفا عدن في جنوب اليمن، ومنها تخرج تلك القوافل التجارية لتنتشر في منطقة شبه الجزيرة العربية اللي بنسميها اليوم السعودية. كان في عند منهم 23 سوق تجارية موزعة في كل المناطق. تأتي تلك بضائع إلى منطقة شبه الجزيرة العربية في منتصف فصل الخريف، يعني الخريف يبدأ في شهر أكتوبر اللي هو بداية الخريف، وفي شهر نوفمبر تصل تلك السفن محملة البضائع يلي حملتها من شرق آسيا مع بداية الخريف، أي بداية شهر أكتوبر، فتصل تلك الحمولات إلى مرافق عدن في تلك الفترة، وتزامنا مع رجعة قوافل بني قريش العائدة من بلاد الشام في شهر أكتوبر. يعني في نفس الزمن تصل فيه البضائع من شرق آسيا بداية شهر نوفمبر، والبضائع اللي بتصل من بلاد الشام في شهر أكتوبر، يعني قبل منها بشهر، وتفتح الأسواق. في عند منك سوق حضرموت وسوق عمان وسوق صحار وسوق الشحر وسوق صنعاء وسوق نجران. هدول الأسواق تفتح في شهر نوفمبر الموافق لشهر شوال. في ذو القعدة تخرج تلك القوافل من هذه الأسواق وتتجه شمالا، والعائدة من بلاد الشام أيضا تتجه جنوبا، فيجتمع في حباشة وذو المجاز والطائف والمجنة وعكاظ. هذه الأسواق الخمسة الموجودة على أطراف مكة. تفتح هذه الأسواق في شهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة، وتغلق الأسواق جميعها في شهر الصفرين. ما كان في شهر اسمه شهر محرم، وحنحكي عن موضوع شهر المحرم عند الكلام عن
شهر المحرم في حلقة خاصة. في شهر ربيع الأول بعد انتهاء الصفرين تخرج القوافل جميعها باتجاه الشمال إلى دوم الجندل، وفي منطقة البحرين، ونحكي عن منطقة البحرين تاريخيا، وليست البحرين اليوم هذه الجزيرة الصغيرة اللي اسمها البحرين، لا، البحرين هي منطقة الخليج العربي مع خليج عمان، هذول هن البحرين، والمضيق اللي هو هلأ بمنطقة الإمارات هي مركزه، وحتى في عند منك المركز الآخر الشمالي اللي هو دارين، والمركز الشمالي الشمالي اللي هو البصرة. فبالربيع بربيع الأول وربيع الثاني بيفتحوا الأسواق هي الموجودة في البحرين والبصرة ودوم الجندل، هذول يفتحوا بالربيعين. عند انقضاء الربيعين ودخولنا في الجمادات، الجماد الأول والثاني، تقفل تلك الأسواق وتفتح أسواق شمالية في تبوك وأيلة وحتى البتراء، والبتراء هي مفترق الطرق، لأنه من البتراء تخرج القوافل اتجاه شمال أفريقيا، تدخل مصر وتذهب من مصر إلى ليبيا وتونس والجزائر حتى المغرب، وحتى تنزل كمان في جنوب أفريقيا، علما أنه من موانئ اليمن كمان تذهب بعض القوافل والسفن إلى الحبشة لجنوب أفريقيا. ولكن نحن عم نحكي عن الخط التجاري الذي يبدأ من اليمن. هاي الحركة وهذه الأسواق استمرت من بداية وضع الأساسات في مكة الكعبة من قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى أيام سيدنا محمد عليه السلام، يعني فترة 2000 سنة لم يتغير نهائيا هذا الخط التجاري. اللي حصل من بني قريش وإيلافهم رحلة الشتاء والصيف المذكورة في القرآن في سورة قريش، اللي حصل أنه غيروا وتلاعبوا بالأشهر الحرم. تلاعبهم بالأشهر الحرم كان لسبب سياسي أمني اقتصادي. هذا التلاعب السياسي الأمني اقتصادي، لأنهم هن بيعرفوا أنه الشهر الحرام هو شهر عمرة، عمرة بني مضر وعمرة بني ربيعة اللي كان بيجوا من الشمال من البلاد الشمالية في ما بين النهرين، قبائل بني ربيعة وبني مضر اللي تمركزوا بتلك المناطق من بعد انهدار سد مأرب ب 450 قبل الميلاد وانتشاره في تلك المناطق. هاي القبائل كانت تجي على الحج كل 8 سنوات مرة لقيامها بحجة العمرة. هاي الحجة العمرة كانت تتوافق مع الشهر النسي، والشهر النسي هو ذاته هو الشهر الحرام، فالشهر الحرام هذا بالنسبة لهم يمتنع فيه القتال. كانت القوافل العمرة تأتي من تلك المناطق محمية بالشهر الحرام لأن لا قتال فيه، فكانوا يأتوا لقضاء العمرة بكل أمان، قوافل بتجي وبتروح من دون ما يأثرها نهائيا الاعتداءات أو الغزوات على القوافل، لأنها بتكون بشهر حرام واسمه هو الشهر الحرام اللي هو شهر العمرة اللي هو الشهر النسي. وهذا الموضوع رح نشرحه كلياته بالتفصيل عند الكلام عن الشهر الحرام. بني قريش شافوا انه الاشهر الحج لا تنطبق مع اشهر الحرم اللي بيمتنع عن العرب فيها عن القتال وعن الصيد، لانه الاشهر الحرم او اشهر موسمية تتوافق مع توالد الحيوانات في المنطقة. يعني الاشهر الحرم اللي موجودة بالسعودية او بلاد الشام تختلف تماما عن اشهر الحرم الموجودة في البلاد الجنوبية، فكل بلد بمناخه يختلف عن مناخ البلد الآخر، فمتى توالد الحيوانات في هذا البلد هذه هي أشهر الحرم لهذا البلد. بني قريش غيروا الموضوع، قالوا لا، نحن بدنا الأشهر الحرم تتوافق مع أشهر الحج لأن وصول القوافل في شوال وذو القعدة وافتتاح الأسواق الجنوبية وذو الحجة مع افتتاح الخمس أسواق الموجودة بمكة اللي هن سوق المجنة وسوق عكاظ وسوق ذو المجاز وسوق الطائف وسوق خيبر.
هاي الأسواق الخمسة أرادوا هنين أنه تنفتح هذه الأسواق ويعتبر تلك الأشهر اللي هن شوال وزو القعدة وزو الحجة أو الأشهر الثلاثة اللي بيقوم فيها الحج وفتح تلك الأسواق بده يعتبروها هاي أشهر حرم فقط لحماية التجارة أثناء الحج. فغيروا مواقع الأشهر الحرم ليواطئوا وواطئوها مع أشهر ثانية مع أشهر الحج فقط مشان الحماية الأمنية غيرة من الشهر الحرم. وهذا الشيء اللي بآية النسيء إذا بنقراها تمام وبنحاول نفهمها تمام بنعرف بالضبط بني قريش شو هي الشغلات اللي غيروها. رب العالمين ما قال إنه الشهر النسيء هو الزيادة في الكفر، وإنما ما يقوم به بني قريش من تحليل وتحريم وتغيير لأماكن الأشهر الحرم وتحليل أشهر وتحريم أشهر، هالمواضيع هي هي الزيادة في الكفر. فلذلك بدنا نكون حذرين جدا بقراءة الآية، لأنه لو كانت الآية هي تقرأ تماما كما نقرأها اليوم كان من الأفضل من المفروض أن يلغى النسيء من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يتأخر إلى 5 أو 6 سنوات بعد وفاته. عدم إلغاء الشهر النسيء من قبل الرسول هذا يدل على أن الرسول قرأ الآية قراءة أصح من قراءتنا إلى. وحنحكي بموضوع قراءة الآية في حلقة كاملة لنشرح كيف تقرأ تلك الآية. نحن اليوم عم نحكي عن التأثير الاقتصادي فقط من إلغاء النسيء. عندما تم إلغاء النسيء لم تعد الأشهر تنطبق على فصول السنة بشكل نهائي. هذا الشيء أدى إلى انحراف التجارة عن الحج، لأنه الحج إذا كان في ذي الحجة، ذي الحجة عم يجي بكل المواسم التجارية أو المحاصيل الموسمية التجارية لا تتوفر على مدار السنة. قوافل التجارة لا تأتي من شرق آسيا إلى موانئ اليمن في جميع الأشهر، وإنما في فصل معين وشهر معين بعد انتهاء الخريف في الهند بيحملوا المحاصيل وبتتجه المحاصيل وبتصل بشوال، يعني بعد شهر كامل من بداية الخريف أي في منتصف الخريف. فشهر شوال اللي بتوافق مع شهر نوفمبر وشهر ذو القعدة اللي بده يتوافق مع شهر ديسمبر وشهر ذو الحجة اللي بده يتوافق مع شهر يناير. الأشهر الثلاثة هدول هن أشهر الحج وبتفتح فيها الأسواق. عدم توفر تلك السلع بسبب إلغاء الشهر النسيء لفترة 32 سنة بده يصير في اختلال في مواقع الأشهر مع الفصول، المحاصيل غير متوفرة، سكر جميع تلك الأسواق عن موسم الحج، فصار في عند منك نوع من الحج صار فقط ديني، ما عاد فيه أي نوع من أنواع التجارة. وبهالفترة هاي الفترة الأموية يعني من بعد الفترة الراشدة حكم أبو بكر الصديق وحكم عمر بن الخطاب وحكم عثمان بن عفان لعام 35 هجرية، بعدين انتقال الحكم للأمويين إلى أيام حكم الخليفة عمر بن عبد العزيز يعني بعد انتهاء المئة الأولى الهجرية. بهالفترة هاي كان في خلاف ما بين الدولة الأموية وعبد الله بن الزبير على حكم المكة والمدينة، حتى أن عبد الملك بن مروان راح بنى قبة الصخرة في القدس وكان ناوي يحرف الحج للقدس بسبب تلك الخلافات، إلى أن أتى الحجاج وقتل عبد الله بن الزبير واسترجعوا مكة والمدينة وضموها إلى الدولة الأموية، حتى لم تدم للدولة الأموية لأن الدولة الأموية سقطت من الدولة العباسية مباشرة. ولكن بهالمئة سنة هاي اللي حصلوا التالي انتقلت العاصمة التجارية من مكة، صارت تدخل السفن إلى الخليج العربي إلى البصرة. انتعاش البصرة اقتصاديا يعني صار المركز العالمي التجاري موجود بالبصرة، هو اللي نعش العباسيين وهو اللي لف الشيعة البوهيين الجدد اللي طلعوا من مجوس
إيران ودخلوا في الديانة الإسلامية. أنا ما بقول إنه دخلوا بالدين الإسلامي بشكل كامل، لا، لأنه التطبيق الشيعي لموضوع الإسلام هو تقديس الأفراد، يعني تقديس الأفراد غير موجود في الديانة الإسلامية المحمدية. تقديس الأفراد إجا من المجوس. أنا بعتبر حالي شركسي مثلا، نحن الشركس قبل ما نكون مسلمين في عند منا ضمن التقاليد والعادات والتقاليد الشركسية، نحن في عند منا إيمان بأنه الناس مقسومين إلى فئتين، فئة هن النبلاء والفئة الثانية هي العبيد. هذا الفكر هو الفكر المجوسي، حتى موجود في، إذا بتروحوا بتشوفوا المجوس الموجودين في الهند، بالهند كلياتهم بيؤمنوا إنه النبلاء والعبيد، وما بتصاهروا وما بتزوجوا مع بعض. مثلا نحن عنا بالقومية الشركسية في عند منا ناس بنسمي حالنا نحن من النبلاء، لازم ما نتجوز من العبيد، لأنه في قسم تاني من الشعوب أو الناس ذات الشعب الشركسي نحن بنعتبره عبيد، فنحن بنقول إنه هذول ما بنتجوز منهم، نحن النبلاء هذول عبيد. هذا الفكر النبيل والعبيد والعبد موجود في الديانات المجوسية، ونفس الشيء بإيران ومجوس إيران عنده منه نفس العقيدة. إدخال هالعقيدة للديانة الإسلامية خلت إنه النبلاء هن فقط آل البيت، وما عدا آل البيت هن العبيد. فلذلك تشوفوا اليوم بيلبسوا العمامة البيضاء أو العمامة السوداء. وهذا الفكر هو فكر مجوسي، ما له أي علاقة نهائيا بالديانة الإسلامية، لأن الديانة الإسلامية بتقول إنه كلياتنا سواسية، والله ما بيفضل فلان عن فلان إلا بالتقوى. هاي الديانة الإسلامية الصحيحة. ولكن دخول المجوس بثوب الشيعة تكريما لآل البيت، هي هي فكرة المجوسية المتوارثة بالعادات والتقاليد الإيرانية قبل ما يكونوا مسلمين. طلعوا البرامكة وبعدوا منهم البوهيين، حاصروا العباسيين، استغلوهم، كانوا هن عم يقوموا بكل الحروب، كانوا هن اللي بيملكوا سلطة الحرب. يعني المحاربين كلياتهم كانوا من البوهيين والبرامكة، العباسيين فقط كانوا ملوك وحكماء قاعدين بالقصور وعندهم منهم خدم وحشم، ولكن لا يتدخلوا نهائيا في أمور الدولة إلا بشكل رمزي. وراح نشوف شلون تطورت الأمور كمان من بعد العباسيين. العباسيين كانوا هن من السنة، ولكن تشبعهم بالأفكار المجوسية اللي بتفرق ما بين آل البيت وعامة الشعب حرفتهم عن المذهب السني الحقيقي، علما أنه المسلمين لم ينقلبوا عن الدين المحمدي 180 درجة، وإنما درجة درجة إلى أن تم الانحراف بشكل كامل، حيث أنه اليوم يقال أنه هناك وحيين، ويقال أنه الحديث وحي والقرآن وحي. يعني هالتخبيصات هاي كلياتها نجت اليوم لحتى تفرق ما بين الدين الصحيح اللي يؤخذ من القرآن مباشرة والدين العجين اللي دخل فيه الوحي الأخر. هكذا نحن ما عم نحكي بالمواضيع، عم نحكي فقط عن التأثير الاقتصادي. الدولة العباسية بسبب انتقاد السفن من موالي اليمن إلى البصرة انتعشت وصارت عاصمة التجارة العالمية تصب في البصرة، هذا اللي أدى إلى انتعاشها ونشوء الدولة العباسية. وبعد فترة من الزمن اجوا المغول غيرة، بدهم يقضوا على العباسيين وبدهم يقضوا على السلاجقة يلي أسسوا الدولة السلجوقية في المنطقة. والسلاجقة يعني وجودهم كسنة كان ضد المجوس الشيعة الموجودين ببلاد فارس اللي كانوا عم يدعموا الدولة العباسية، فكان يعني مثل الحسكة في حلقومهم، فكانوا كتير متضايقين منهم، لدرجة أن السلاجقة قضوا على التأثير الشيعي كلياته بوحدته وتماسكه. ولكن الشيعة
حاولوا قدر الإمكان أنهم يدمروا السلاجقة، يعني السلاجقة ما الدولة تبعهم ما استمرت أكثر من 70 سنة، يعني ما كان لو كان لو استمرت أكثر كان قبل قضاء كامل على الشيعة الموجودين في المنطقة. وفي عند منك الشيعة الموجودين بالغرب يلي هن الفاطميين والأدارسي، يلي أساسا أساس البذرة اللي زرعت مشان إنشاء الفاطميين الصليبيين هن اللي أسسوها. يعني جوهر الصقلي اللي من سيسيليا يلي بإيطاليا اللي طلع بالنسب المزيف وجابوه وهجروه وحطوه بمصر، وهو اللي أسس الجامع الأزهر بمصر، حتى يقول القاهرة كلها ما كان موجودة وهو اللي بنى القاهرة. الفاطميين هن اللي بأسسوا القاهرة وبنوا الأزهر هنيك. فكرة تأسيس الأزهر على يعني نسخة طبق الأصل على الكاتدرائية المسيحية التي تولد القساوسة. يعني فكرة تأسيس الأزهر هي عبارة عن مدرسة تصدر خطباء الجمع في الجوامع. هذا خطيب الجمعة يجب أن يتخرج من هذه الكلية حتى وقت اللي بده يحكي بده يحكي نفس الحكي. كلياتهم على المنابر بده يحكوا نفس الحكي يلي بيقرروا الأزهر يسوى عاصمة. هنيك الفاطميين معناتها الفاطميين هن اللي بيتحكموا بكل شيء. العباسيين كانوا موجودين بالبصرة، الفاطميين عم ينتشروا وعم يقووا وعم يسيطروا بحيث انهم كانوا عم يمدوا ايديهم مثل الاخطبوط ووصلوا لبلاد الشام ووصلوا حتى لتونس وليبيا. ظهور الايوبيين في تلك الفترة، صلاح الدين الايوبي وعي على الموضوع وعرف انه الشيعة الصليبية جوهر الصقلي اللي جاي ونجر الفكر الفاطمي في المنطقة وباء. هذا الوباء يجب استئصاله، والشيعة كلها تقدس الأفراد. يعني حتى في المذهب المسيحي الصليبي عندهم منهم تقديس الأفراد شيء طبيعي. يعني إذا تجي لهون على مثلا على أمريكا فقط بتعد القديسين الموجودين بتاريخ الكنيسة بيطلعوا بالألاف، قديس فلان وقديس فلان وقديس فلان. تقديس الناس بالنسبة لهم شيء طبيعي. نفس الأفكار موجودة بالفكر الشيعي. الفكر الشيعي مستورد من مجوس إيران ومن الصليبيين وجوهر الصقلي والأزهر اللي زرعوه بأساس الدولة الفاطمية. وقت اللي طلع صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين الأيوبي كان عرفان أنه هدول الشيعة إن كان الشيعة الصليبية أو الشيعة الاثنى عشرية الموجودة في إيران أو السبعية أو الإسماعيلية أو النزارية أو العبيدية، يعني هدول كلياتهم الفئات الموجودة واللي نشأت من مجوس إيران، هذا الفكر يناهض فكرة توحد المسلمين في العقيدة. يعني هو ذات المرض اللي مرضت فيه الكنيسة وقت اللي انقسمت الكنيسة إلى شرقية وغربية بسنة 325. هالانقسام بالكنيسة أثر على الكنيسة أنه صار في عند منك بدل كنيسة واحدة كنيستين، صار في ضعف بجنود الصليبيين ما عم يقدروا يتفقوا على قرار واحد. إلى أن أتت الحملة الصليبية الأولى بعد توحيد الكنيستين مع بعض، يعني بعد ما تم توحيد الكنيستين مع بعض ووعدوا الامبراطور بسقوط الغفران. شو هي وعد سقوط الغفران على بعض؟ وعد سقوط الغفران هو نفس فكرة الجهاد الموجودة على المسلمين، لأنه المسلم بيقول إنه الشهيد مباشرة بيروح على الجنة، فكان ما عنده منه أي مانع إنه يروح على الحرب ليموت. ولكن المسيحي بيقول لك أنا إذا رحت على الحرب ومتت رحت تفطيس، فما ما عندهم منه الولاء الى درجة الموت، عندهم منه الولاء انه اذا بتعطيني مصاري بروح على الحرب. حتى الجنود اللي كانوا يجمعوهم كلها 3/4 او اغلب 80% منهم كانوا يقبضوا قبل ما يروحوا على الحرب. فلما بيروح على الحرب بعد قابض مصاري وراي على الحرب بيقول لك لا برو بهرب وما بحارب وما بقوم بالحرب وباخذ المصاري بروح. هلا بقى بيلاحقوه بيقولوا له تعال هون ليش ما سويت ليش ما عملت وبيحاسب. ففكرة سقوط الغفران هي نفسها فكرة وانه في عد منك شيء بالآخرة،
هالصك هذا انت اللي اعطيناك اياه بالاخره بده يطلع لك بيت بالجنه، بده يطلع لك مدري شو بالجنه، يعني عم يعطوه صكوك للجنه فقط مشان اذا بده يروح على الحرب ومات في شيء مضمون بالنسبه له، يعني عم يضمنوا له الموت. على كل نحن موضوعنا موضوع التاثير الاقتصادي، وصلنا لمرحله انتعاش منطقه البصره ولمعانا كعاصمه تجاريه في تلك الفتره. بعد ما اجوا المغول وحاربوا السلاجقه وحاربوا العباسيين وقضوا عليهم وقضوا على الدوله العباسيه، نشا معنا الخط التجاري الشمالي. والخط التجاري الشمالي كلياتا اليوم نعرفه مو اللي بيدعى بالخط الحرير، اللي بيجي من الصين مباشره يروح على سوريا ومن سوريا كمان بيطلع للشمال. ولكن قبل ان يخرج الى الشمال كان يعبر هذا الخط حتى قريب من البصره وبيروح لموانئ البحر المتوسط بسوريا. في تلك الفتره كلياتنا بنعرف انه السلاجقه كانوا خسرانين الحرب من المغول، والسلاجقه اساسا هنن مو تراك يعني من تركيا، لا هنن تراك ايه، ولكن التراك هنن نوع من انواع التتار، لانه اذا بنشوف نحن منطقه روسيا هي منطقه المغول في الشمال الشرقي، ولكن في الوسط ما بين قزوين وما بين الصين هي كلها منطقه تتار اللي هي سمرقند وبخارى وهالمناطق هي كلها، وشمال الهند وباكستان هي مناطق تتار. هدول التتار هن المتكلمين باللغه التركيه التركمانية، يعني حتى إذا نروح نشوف تركمانستان الكبيرة هي الضخمة اللي عدد سكانها 3 ملايين ولكن دولة شاسعة، هي هي ومع امتدادها هي هي كلية منطقة التتار. وهدول هن التتار طلعوا منهم السلاجقة، السلاجقة أسسوا الدولة تبعهم، والدولة إذن ما استمرت أكثر من 70 سنة. إجوا المغول دمروهم، حتى الصليبيين شاركوا بتدميرهم، ولكن طلع منهم هن نفسهم السلاجقة، طلع منهم بعض القبائل اللي راحت وتمركزت في منطقة اسطنبول، ومن هنيك بلشوا بنقل المركز التجاري من البصرة بعد ما تم الخط الحرير الجديد هذا اللي كان بيمر بسوريا، ونقله بدل ما يجي على سوريا صار يطلع لاسطنبول. ومن هون تأسست الدولة العثمانية. يعني سبب قوة الدولة العثمانية ونشوئها هي بسبب نقل العاصمة التجارية من البصرة إلى اسطنبول. في نفس الفترة الزمنية اللي نشأت فيها اسطنبول كعاصمة التجارة، كان في عاصمة تجارة أخرى موجودة عند المماليك في مصر. المماليك حكموا مصر لفترة زمنية طويلة، تم التلاعب عليهم من قبل أحد خلفاء الدولة العثمانية اللي يدعى سليمان الرهيب. هذا الشخص غشه، يعني تصور هو إنسان مسلم ودول المماليك الموجودين مصر مسلمين، راح غشهم لحتى يقضي على السوق تبعهم، السوق التجارية تبعهم، إنه السوق التجارية الموجودة في مصر كانت بتأثر على السوق المركز السوق التجاري الموجود في اسطنبول سبب الاختلاف الاقتصادي بين الاثنين. راح دمر الخليفة العثماني المماليك الموجودين في مصر، باعهم خشب مسوس في نفس العام 1470 يلي تم اكتشاف رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا قبل البرتغاليين، فبدال السفن ما تفوت للبحر الأحمر وتنعش الاقتصاد لدى المماليك، راحوا بلشت السفن تدور من تحت افريقيا والدور الكبيره لحتى توصل لاوروبا من دون ما تدعم المماليك، انه كان في عندهم منهم مركز تجاري قوي. هاي اثرت عليهم للمماليك باواخر زمانهم بحيث انهم بدهم يطلعوا من المازق. سليمان الرهيب قال لهم انا بعطيكم خشب، وهالخشب هذا بتساوي فيه اسطول بحري، بتروحوا بتحاربوا البرتغاليين في بحر العرب بجنوب.
بنوا أخذوا الخشب بنوا فيه الأسطول. الأسطول مشي حوالي شي 200 ميل، بعد 200 ميل غرق الأسطول. 300 سفينة غرقوا البحر. ليش؟ إنه سليمان الرهيب باعوا الخشب مسويس لصناعة أسطول بحر. هذا هو يلي أثر عليهم، خسروا الحرب، خسروا جنوده، فكان المماليك عندهم منهم قوة عسكرية خسروها، وكان في عندهم منهم اقتصاد قوي خسروه بسبب التفاف القوافل من رأس الرجاء الصالح وعدم دخوله البحر الأحمر، فصار في عندهم منهم المماليك ضعف اقتصاديا وحربيا. هذا الشيء أدى إلى انقضاض العثمانيين على مصر واحتلال مصر مباشرة. وبعد ما احتلوا مصر أخذوا مفاتيح مكة والمدينة بشكل بديهي من دون أي مقاومة، فقفلوا، حطوا مندوب من الأتراك بمصر، الحاكم المصري يعني بدانه، بحيث أنه ما يتم أي تجارة ضمن البحر الأحمر بشكل نهائي. هيك العام 1800 لحقت إجا نابليون بونابارت، وبعد ما نابليون بونابارت درس بالمنطقة عرف أنه لازم يساوي من هون مضيق اللي هو قناة السويس، وأخذوا 100 سنة أو 99 سنة تصريح بأنه السفن تبعهم تمر من قناة السويس بشكل مجاني لفرنسا. خلوا الفرنسيين عن مصر، السلطان العثماني جاب محمد علي باشا من بلاد الأرناؤوط وحطه حاكم بمصر، وبلشت الدولة العلوية بمصر نسبة لأحمد علي باشا، إلى الخدوي إسماعيل يلي أسس وبنى قناة السويس، خلى الشعب المصري هو اللي يبنيه بدل ما الفرنسية يبنوه، يعني استعمار عن بعد. إلى أن أتت الحرب العالمية الأولى واستولوا على المنطقة كلياتها وأخذوا المنطقة كلياتها وشلحوا عنا الدين ولزقوا فيها العروبة، يعني قصة إلى يومنا هذا. نحن لحد اليوم نعتبر نفسنا نحن ناس استقلينا من الاستعمار الفرنسي والإنجليزي البريطاني والطلياني، علما أنه صعيد غيروا الطرابيش، بس المستعمر هو نحن، والمستعمر بلش يتغير للأقوى، إن كانت روسيا وإن كانت أمريكا، إلى أن أصبح القطب الواحد اللي هو أمريكا، وأصبح المركز التجاري بعد اختراع الطائرة، سك الحديد والوسائل الأخرى لنقل السلع التجارية، إلى أن أصبحت اليوم الطائرات ترس سفن وترس كل شيء. واستعمرت أمريكا العالم، علما أنه بريطانيا استعمرت شرق آسيا، بلشت في 1700، بريطانيا وفرنسا وإسبانيا استعمروا الأمريكيتين من 1700 لليوم، وأخذوا الفحم الحجري بالعالم كلياته، وإلى أن ظهر البترول واستعمروا المنطقة كلياته لصالحهم، وأصبح المركز التجاري العالمي اليوم بنيويورك. عندما كنا نطبق النسيء كان المركز التجاري موجود في مكة، اليوم المركز التجاري العالمي موجود في نيويورك. الدول العربية كلها ممنوعة انها تصنع ابرة، يعني انك تصنع سيارة ابرة لسه ممنوع، لا توصل للسيارة. اي شيء بدك تصنعه نحن هن بيصنعوا، انت بتركبه، يعني في عنده منك انت مصانع للتركيب وليس للتصنيع. ما في، ممنوع الدول العربية ألصقت فيها العروبة لصق، يعني عنده منك الامريكية الجنوبية كلها بتحكي اسبانيولي، هل هذا يعني انها متوحدة؟ لا. هل هذا يعني انها قوية؟ لا. نفس الشيء دول العربية، لا متوحدة ولا قوية. اللغة لا تؤثر نهائيا في توحيد اي شعب. هلا هون مثلا بالولايات المتحدة الامريكية 50 ولاية كلياتها بنحكي انجليزي. ليش؟ بيجي في الصيني والياباني والسوري والعربي كلياتهم بيحكوا انجليزي. وبعدين هل هذا يعني انتصار لبريطانيا؟ ليش الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة في العالم؟ لأنه المركز التجاري فيها، وهي أقوى سلاح موجود في العالم وتصنع الأسلحة. الدول العربية ممنوعة من تصنيع أي شيء، ما بتقدر تصنع
إبرة، وإذا صنعت إبرة ثاني يوم يغتال اللي اخترع الإبرة ويمحى تقارير الاختراع، براءة الاختراع تبعه تمحى أو تزال، ورئيس جمهورية هذا البلد هذا اللي اخترع فيه الإبرة بجوز يشيلوه ويحطوه بسجن، ممنوع. ليش؟ لأنه مو بس لغينا النسيء من عنا، إلغاء النسيء هو اللي ضوعنا، بوصلة وراحت شلت البوصلة، هذا اللي صار. فالتأثير الاقتصادي على إلغاء النسيء لغانا كلياتنا بشكل نهائي، صرنا صفر عشمال. تقاويم كلياتها فيها تقويم، الحيوان والنبات والطير والسمك أربعته بيتبعوا تقويم مناخي، ورق الشجر بيهب الخريف، طير السنونو بيهاجر على بلاد الشام من مصر إلى بلاد الشام بشهر نيسان أول الربيع، الثيران بأفريقيا بتهاجر من الجنوب للشمال ومن الشمال للجنوب بشكل موسمي، سمك السلمون بيتكاثر بشكل موسمي، بيهاجر من البحر للنهر وبيتسلق النهر بعكس التيار ليبيض بشكل موسمي، طيور البطريق اللي بالقارة الجنوبية القطب الجنوبي في عنده منه حياة سنوية مناخية بيهاجر فيها وبيبيض فيها وبيتجوز فيها وبيهاجر فيها، الدب بينام بالشتاء وبيفيق بالصيف، كل المخلوقات على الكرة الأرضية بتتبع تقويم مناخي إلا المسلمين، تقويم لا يوجد فيه تقويم، شهر التقويم تمت إزالته. سبب انتشار التقويم الجريجوري المستخدم في جميع دول العالم مو لأنه بيأشر على مولد المسيح، لا، لأنه أدق تقويم موجود بيقول لك إنه أغسطس بيجي بالصيف بالنسبة لنا نحن في شمال الكرة الأرضية، بجنوبها بأستراليا وبالأرجنتين الأغسطس بيجيهم بعز الشتاء. الناس اللي عم يقولوا إنه الأرض مسطحة وما لها مدورة هذول لا تردوا عليهم نهائيا، هذول أساسا هن قالوا إنه إحنا حمير وبدنا نضل حمير، الأرض مدورة يا جماعة كروية، وقت اللي بيكون عند منك صيف بالجنوب وشتاء بالشمال معناتها كروية، وقت اللي بيكون عند منك الإكواناكس يعني وقت اللي بيصير طول النهار وطول الليل 12 ساعة بكل الكرة الأرضية بكلها وكنت بالقطب وكنت على خط الاستواء 12 ساعة بكل الكرة الأرضية معناتها الأرض مدورة، وقت اللي بيكون عند منك أطول ليلة وأطول نهار ب 21 ديسمبر شمالا اطول ليله وجنوبا اطول نهار، وب 21 حزيران شمالا اطول نهار وجنوبا اطول ليله معناتها الارض مدور، وقت اللي بيصير في عند منك كسوف للشمس وكسوف للقمر وهالكسوفين هدول شلون بدك تعللهم؟ مين هذا اللي عم يعطي الظل؟ ظل مين احنا عم نشوف على القمر؟ وظل مين عم نشوف على الشمس لحتى تغطي الشمس؟ إذا ما قدرنا نفهم هدول ما بنعرف إنه الأرض مكورة، إذا عرفنا شو هدول معناتها الأرض معناتها عم نبرهن على كروية الأرض. الظل ذات نفسه وقت اللي بيمط وبيقل مثل تجربة الظل اللي قمنا فيها السنة الماضية، إنه ليش الظل بالجزائر طوله كذا وبأستراليا طوله كذا بنفس الساعة بنفس اللحظة واتجاهه بيختلف، معناتها الأرض مدورة. هالإثباتات هي كلياتها اللي عم نثبتكم إياها إنه الأرض مدورة بيجينا بالأخير ناس اليوم لحتى يقول لك انه الارض مسطحه. والغريب انه في ناس عم يجون دعم انه انت اقول بس الارض مسطحه وانا بدعمك بعطيك اللي بدك اياه، لا اخي ما بدي منك شيء، الارض كرويه نلتي ونلتي. على كل نحن اليوم حكينا عن موضوع التاثير الاقتصادي وانتقال المركز التجاري العالمي من منطقه الى منطقه الى منطقه اخرى ضمن السنين هاي، وشلون كانت مكة هي مركز التجارة العالمي لمدة 2000 سنة، وشلون تحولت من بعد إلغاء النسيء إلى البصرة، وشلون تحولت إلى أسطنبول من بعد انتصار المغول وجنكيز خان، كيف إنه التراك من بعد الدولة السلجوقية وحدوا نفسهم وساووا المركز بإسطنبول، وكيف إنه المماليك خسروها بتلاعب من الخليفة العثماني ببيعهم خشب مسوس، وحروبهم مع البرتغاليين وخسارتهم بالحرب، واكتشاف رأس الرجاء الصالح للأوروبيين وكيف انه الأوروبيين كلياتهم استعمروا شرق آسيا كلياتها من بداية 1700 وطالع القرن الثامن عشر، وكيف تمت اكتشاف الأمريكيتين بذات الوقت، وكيف انه أمريكا
الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت عاصمة مركز التجاري العالمي، وكيف صارت هي الدولة الأولى. لو ما لغينا النسيج إن اليوم مكة لساعتها هي مركز التجاري الأول في العالم، وما كان منع عنها أي شيء. سبب انتقال الفكر الديني الأموي من الاستفادة من تجارة من خط التجارة اللي بيمرق من مكة بسبب عداء الأمويين لعبد الله بن الزبير رقم واحد، إلغاء النسيج رقم اثنين، بدال ما يستغلوا الخط التجاري صار الإسلام ينادي بالفتوحات لحتى يقدر يجيب موارد يخزن فيها المال في بيت المال تبع المسلمين. يجب أن يذهب ليغزو الدول المجاورة ويسرقها ويجيب منها مصاري لحتى يملي بيت المسلمين الأموال. التجارة نطعت، شو الحل؟ سلب ونهب. فالأمويين لجأوا للسلب، والعباسيين لجأوا للسلب، قام اجوا المغول سلبوهم ونهبوهم. بعدين طلعوا التراك، فهموا اللعبة، حولوا المركز التجاري لإسطنبول ومنه انتعاشوا. بانتعاشهم طلع الدولة العثمانية اللي استمرت فترة منيحة من الزمن. وبعد ما انقضى على الدولة العثمانية شفنا انه كيف الاوروبيين تلاعبوا وحولوا المركز التجاري بعد استدارته من تحت رجاء الصالح واستعماره للامريكيتين، بلش معهم انتقال المركز التجاري الى الولايات المتحدة الامريكية في نيويورك. اليوم اصبح المركز هناك والتغى الخط التجاري القديم. وشكرا على متابعتكم، وان شاء الله بنلتقي بالحلقات القادمة. السلام عليكم.